وأنتم تهزون أكتافكم في دهوك وبرلين وغيرها من المدن، وأنتم تتنقلون من فنادق الإقليم إلى فنادق بغداد، تنتظر هذه الإمرأة جثث نسرين وكاثرين وهي تلبس الأسود حتى في قلبها، وهما إزليتان من قرية كوتو خطفهن داعش في 15 من أغسطس عام 2014. حياكم بين الأحفر والموصل والحويجة لا تتحمل الأرض الأم، هذه الأم الإيزيدية نسرين وكاثرين شقيقتان، وكانت معهم طفلتان إيزيديتان لم تفارقانها حتى الرمق الأخير. بنفس السيناريو في منتصف آذار 2016 كانت كاثرين على بعد خطوات قليلة لتستنشق هواء لالج ومعها طفلة إيزيدية، ولكنها حملت معها آمال روحين وذهبت إلى حيث الله قبل أن تصل لالش. نسرين وفي مثل هذه الأيام من عام 2017 أثناء عمليات تحرير الموصل ومعها طفلة أيضا نالت الموت بعد أن كانت تنتظر الفرجة متأثرة بالقصف، ولا تزال الموصل مدينة لها وجثثها تتحدث للأنبياء عن ما فعل بها أتباعهم. آب وآذار وتموز، وكأن الآلام أبت أن تبعثر بآلام هذه الأم. فقدت زوجها ألياس وكبديها، فحتى أنا لم أعد قادر على ذكر أسماءهن. كم نسرين وكاثرين وكم جيلان وكم أم إزلية تخطت بسبرها أيوب. المرأة الإزلية ضحت وكافحت وأصبحت أيقونة للقوة والتحمل يحتذى بهن العالم. فهل ستأتي الورشاة بالصبر للأمهات أو بجثث أو بذكريات؟ كل استذكارات وفعاليات تخليد شهداء، هل ستخمد النار في صدر هذه الأم؟ كل جوائز الناجيات والناشطين والناشطات واستذكارهم كل سنة مرة، هل ستغير من الجرح العميق لوالدة نسرين؟ رابد الماء يا ابن رابد الجزاء ابن رابد